السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولى بالأحرى مساء النور عليكم جميعا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كنصور هذا الفيديو نهار السبت مع 12 العرب ديال الليل. دونك شوفوا مين نغبر عليكم، عرفوني. شوفوا سبحان الله الإنسان الطاقة ديالو كتسالى، كتجي واحد الوقيته كتسالى. دونك انا اكتشفت ان طاقتي كتسالى كل 15 يوم. دونك كل 15 يوم خصني واحد النهار اوف اللي ما نقرا فيه، ما نعمل فيه حتى شي حاجه، ما نصور فيه، ما نوجد فيه، ما نحضر فيه دروس. صراحه حتى القناه ما دخلت ليها. مهم ولكن اللي غنبغي نقول لكم انني الحمد لله والشكر لله خرجت فوجت زعما استرجعت هذيك الطاقه ديالي، عرفتوا؟ جاوني افكار وجاني الالهام والابداع وجاني بزاف ديال الحاجات. داكشي علاش متشوقه اليوم. قلت غادي نسالي النهار بلا ما نصورش، ولكن ممكن الادمان. الادمان الواحد ملي كيولي مدمن على شي حاجه صافي نهارو كيجي سبحان الله، قسما بالله انا نهاري كيجيني ناقص ولا ضايع ضايع في حياتي اذا ما درت فيه فيديو، سبحان الله. دونك داكشي علاش قلت نخدم معكم اون سيري ديال بروميير كور دوزيام اني كوليج طبعا ديال لي نومبر راسيونيل. دونك باش تكونوا فاهمين، كاينين مدارس اللي بداو معاهم لي نومبر غولاتيف الاعداد النسبيه، وكاينين مدارس اللي بداو معاهم لي نومبر راسيونيل. دونك نتوما الا بداو معاكم لي نومبر راسيونيل دونك هاد لا سيري ليكم. ديجا كاين الدرس في القناه، دونك اللي باقي ما شافوش يمشي يشوف الدرس، وغادي نخدموا هاد لا سيري داكوغ. حتى هاد لا سيري راه ديجا عاوتاني حطيتها لكم في الجروب ديال التليجرام. هذا جهدي عليكم، هادشي اللي نقدر ندير على ودكم. يلا نبداو على بركه الله. عافاكم، نطلبكم تخليو جيم الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن ديال التلاميذ والتلميذات، وهبطوا التعليق كتبوا لي شنو بغيتوني نخدم معكم السيمانه الماجيه. فوالا عطوني اقتراحات، عطوني حيت راه عاوتاني حتى الاتجاه راه نتوما قلت لكم نتوما، ومني كتوجهوا لي القناه ومني كتشوفوا شنو خصكم، شنو اكثر حاجه مطلوبه راه هي اللي كنحطها لكم. فوالا قلتوا لي بدا الاستاذ في الدروس صافي بركه، ملي تاس دياغنوستيك صافي راه حبست منهم، غنبدا دابا الدروس ديجا بديتهم يعني غنكمل فيهم. يلا على بركه الله نبداو. اللي باقي ما داخلش للجروب دخلوا للتليجرام، واللي ما عندوش امكانيه انه يدخل التليجرام يلا سكريني ليكزيرسيس برومي اكزيرسيس سير خدمو، والثاني وحنا ماشيين كنخدمو مع بعضياتنا. نبداو على بركه الله. برومي اكزيرسيس قال لك دوني لو سين الاشاره دي نومبر سويفون، الاشاره ديال الاعداد التاليه. دونك غادي هاد التمرين غنخدمو هنا. دونك لاحظوا معايا البلوس، وهنا عندنا الموا، شنو يعطينا الموا. دونك لو سين يا اما الموا او البلوس، هذا هو اللي طلبوا منا. هما عندي هنا الموا وهنا البوان، دونك شنو تعطينا البلوس. عندها الموا دونك طبعا عندها الموا هنايا، الموا والموا بلوس، هادي الموا والموا راها بلوس، والبلوس والموا موا. هنا ندخل يعني وسط الاقواس، نبدا ندرس الاشاره اللي وسط الاقواس. الموا والموا بلوس، بلوس والموا موا، موا موا بلوس، بلوس وموا موا، موا موا بلوس. يا ربي غنعاودها. الموا موا بلوس، بلوس وموا موا، موا موا بلوس، بلوس موا موا، موا موا بلوس. داكوغ سالينا ليكزارسيس الاول، دوزو دوزيام اكزارسيس. دونك دوزيام اكزارسيس قالك سيتي parmi ces nombres rationnels ceux qui sont les nombres décimaux relatifs. دونك باش نتفاهموا كمراجعه شامله، دونك شنو هما لي نومبر ديسيمو رولاتيف، هما الاعداد ديسيمو العشريه اللي فيهم الفاصله، غولاتيف النسبيه. اش كتعني النسبيه؟ ديجا الكور ديال لي نومبر غاسيون لي نومبر غولاتيف راه حطيتو لكم في الهدف في القناه، راه عاود حطيت لكم الدرس العام اللي فات. نتوما قاعدين كتقولوا لي وا استاذه وهذا راه العام اللي فات، وعلاش عاودتي حطيتيه
واحد غتحتاجوه، حيت قلت لكم انا الدروس مترابطين، راه ديما تنقولها. دونك هنا ها هي لا سيري مكتوبه لك هنا لي نومبر راسيونيل، ولكن مدخلين لكم فيهم لي نومبر غولاتيف، عافاكم الناس بقاو تسمعوا هدرتي. فوالا دونك الاعداد العشريه النسبيه. اش كتعني النسبيه؟ واحد الحاجه اللي هي نسبيه يعني راه ماشي مضبوطه وماشي متاكدين منها، يعني هذاك العدد يا بلوس يا موان. دونك شنو هما جوج شروط في هاد الاعداد؟ اولا خصو يكون فاصله، ثاني حاجه خصو يكون نسبي، يا اما زائد يا اما ناقص. دونك كيفاش غندير نتحقق؟ دونك من بين هاد لي نومبر قول لي شكون هما لي نومبر دي سيمو غولاتيف، شنو انا الطريقه اللي غندير؟ كلشي على الطريقه. دكوغ دونك عندي 11 سور موان 6، غادي نعملوها يا في كالكولاتريس اولا نحسبوها. شحال غتعطينا؟ غتعطينا موان زان فيغول 83 وبزاف ديال 3. داكوغ دونك ما لا نهاية. دونك هذا ما كيتعتبرش عدد عشري، العدد العشري هو اللي كيعطيني عدد بالفاصلة محدد. داكوغ دونك هذا واش هو عدد عشري؟ لا، عدد نسبي اه، ولكن شرط واحد ما كاينش. دونك هذا ماشي ان نومبر ديسيمو غولاتيف. نمشيو للدوزيام نومبر، كنتمنى يكون مفهوم الطريقه. دونك هذه الا خدمناها غتعطينا 3 عدد عشري؟ لا. دونك حتى هذا لا. داكوغ عندي موان 9/8، هادي ملي تنحسبوها كتعطينا 1.125. واش هو عدد عشري؟ وي. عدد نسبي؟ وي، يعني يا زائد يا ناقص. دونك هذا اه، سي ان نومبر ديسيمال غولاتيف. نمشيو لهذا، عندي موان 78/54. دونك هذا موان واش عطينا؟ بلوس، ندرسو الاشاره هو الاول، مي كنجي نحسبها كتعطيني 1.4444. دونك هذا لا. داكوغ نمشي موان 37/20، ندرس الإشارة الموان موان هي بلوس، مي كنجي نحسبها كتعطيني 1.85. هذا عدد عشري؟ وي. عدد نسبي؟ وي. دونك هذا أه. داكوغ دونك عرفتو الطريقة كيفاش كنصاوبو. يلا ندوزو لتخوازيام إكزارسيس. دونك تخوازيام إكزارسيس، كومبليتي التميم لي زيغاليتي المتساويات سويفونت التاليه. دونك كيفاش غادي نديرو نخدمو برودوي اون كخوا؟ ديجا شرحتها في الكور، غادي نطبقوها دابا. دونك لاحظوا معايا، دونك عندي موان 3/7 ايغال ا موان 12/. دونك دائما هذاك الفراغ انا كنفضل انني نعمرو باكس. دونك انا مي غادي نبغي داك اكس، قلنا كندير هاد الكروه بحال هكذا، الفلاش اللي فيه جوج ديال الارقام كنضربهم في بعضياتهم، ناقص 12 في 7 ونقسم على العدد اللي بقى ليا، ناقص 3. ندرسوا الاشاره، الاشاره هذا كامل شحال؟ موان موان بلوس، صافي عرفناها. يلا نخدموها، ايغالا 84 ديفيزي بار 3 ايغالا 28. دونك حنا لقيناه. دونك كنجي كنكتب موان 3/7 ايغالا موان 12/28. داكوغ ندوزو. لاحظوا معايا هادي ايغاليتي طويله. دونك شنو قلنا على ليغاليتي اللي كتكون طويله؟ تنخدم الاولى مع الثانيه، الاولى مع الثالثه، الاولى مع الرابعه، الاولى مع، دائما تنمشي للاصل، الاصل هو هذا اللي عاطينا. دونك نخدم الثانيه، موان 3/7 ايغال لتحت عندي موان 0.7. دونك هنا اكس، دونك نعمل بحال هكذا لي، دونك اكس ايغال لي كيتشابه لي عندهم العدد في طرفين بجوج، موان 3 فوا موان 0.7 سور داك العدد اخر. ندرسو الاشارة، دايما غتكون عندي البلوس. دونك 3 × 0.7 ايغال 2.1/7 ايغال 0.3. انا نعمرها كاع هنايا، دونك هنايا 28
هنا لقيت 0.3 نمشيو لهنا. دونك هادي من هادي مع هادي دونك موان 3/7 كتشوفوا ياك فوالا ايغالا 24/x. دونك انا غنبغي هاد اكس هادي في هادي وهادي في هادي اها. دونك 24 × 7 سور موان 3 دونك 24 × 7 ايغالا 168 سور موان 3. هذا يعطيني عدد نيجاتيف نقسمه على 3 غتعطيني موان 56. دونك هنا موان 56 نمشيو اللي موراها عندي موان 3/7 لاحظتو كنبدا دائما بالعدد الاولاني اللي عاطينا ايغال عندي في المقام موان 2.1 وهنايا نعملو اكس. دونك هادي في هادي وهادي في هادي دونك اللي كيتشابهو ليا دونك اكس ايغال اللي كيتشابهو ليا موان 2.1 فوا موان 3/7 دونك هادي تعطيني 6.3/7 اللي هي 0.9 دونك هنا 0.9 نمشي dernière opération موان 3/7 ايغال موان 33/x. دونك انا بغيت هداك x هادي في هادي دونك اللي عندهم نفس المهم موان 33/7 - 3 كنتمنى يكون هادشي مفهوم. بقاو تخليو لي في لي كومونتير مفهومه استاذه اولا ما مفهومش استاذه. دونك هنايا موان 231 سور موان 3 غيعطيني نومبر بوزيتيف طبعا دونك هي 77 داكوغ. نفس الطريقه في الدوزيام لين هادي نفس الطريقه ما غاديش نخدمو صافي نفس الطريقه خدموه. اوكي ندوزو للكاتريام اكزرسيس. دونك ليكزيرسيس كيقول لي اون يوتيليزون لو برودوي اون كروا هاد لو برودوي اون كروا راه هو اللي درت فهاد هادي الطريقه. الطريقه اللي عملت فهاد ليكزيرسيس كتسمى برودوي اون كروا. انديك يعني حدد ليا ولا شير ليا سي لي نومبر سويفون سون تيغو او ديفيرون هي اما كيتساواو اولا مختلفين. دونك شنو غيمكن لي ندير ردوا معايا البال مزيان غادي نخدم بالبرودوي اون كروا ونشوف. دونك لاحظوا معايا شنو غندير هاد التمرين عنده طريقته. دونك اول حاجه نخدم هادي في هادي ابخي نخدم هادي في هادي ونشوف واش كيتساواو. اذا تساواو ليا راهم هاد بجوج كيتساواو ما تساواوش ليا راه ما تيتساواوش واش نساويهم بزز. يلا نبداو. دونك شنو اول حاجه غنخدم 45 × 100 ou 75 × 60 نشوف واش غادي يخرج ليا نفس الخارج. دونك هادي غتعطيني 4500 وهادي غتعطيني 4500. دونك شنو تنستنتج ان 45/60 ايغالا 75/100 يعني كتكوني 100 عارفي سو الطريقه هادي هي الطريقه. دوزو الثانيه موان 87 × -2.8 اي كاين هنا موان 5.8 × -42 نعمل الكالكول هادي عطاتني 243.6 وهادي 243.6 اذا كيتساواو ياكو. دونك هادي كتساوي ليا هادي
حيت السؤال قال لك واش ايغو او لا ديفيرون، دونك ايغو كيتساواو. دوزو لتخوازيام وحده، غنخدم هادي غنضربها في هادي، وندير هادي ونضربها في هادي. هاد 203.5125 اهي. لا لا سمحوا لي، هادي دابا هي هادي صافي، وهادي عطات 203.58. دونك هادو كيتختلفوا، دونك هادي اي ديفيرونت على هادي صافي. كنتمنى تكون الطريقه مفهومه وعقلو، عقلو على الطريقه، راه الا لاحظتوا كل تمرين عنده طريقته. داكشي علاش كنقول لكم وكنأكد عليكم انكم تخدموا اكبر عدد من التمارين. ندوزو للسانكيام اكزيرسيس. دونك سانكيام اكزيرسيس شنو كيقول لي؟ غوندغ، رد ليا، ايريدوكتيبل لي نومبر سويفون. ايريدوكتيبل غير قابل للاختزال، يعني تبقى تختزل، يعني تعطيني اصغر عدد اللي ما هذاك العدد ما يمكنش يزيد يتعاودي تختزل هاد لي نومبر سويفون. دونك هذه كذلك طريقتها سهله، نوريها لكم. هتبقى يا تعمل التفكيك وتضرب على اللي كاين في البسط بحالو في المقام، اولا تقسم. داكوغ، دونك الا لاحظت هذه ما كتقسم، ما غير قابله للقسمه على حتى حاجه. دونك هذا اصلا سي تان نومبر ايريدوكتيبل، غير قابل للاختزال، هو اصغر واحد. دوزو ندرسو الاشاره بعدا الموا والموا هو البلوس صافي، اذا يعطينا نومبر بوزيتيف. دونك كنعرفو ان 144 يمكن لي نضرب على نقسمها على 3، و 69 ديفيزي بار 3 دونك كتعطيني 48/13، وهاد 48/13 ما يمكنش تزاد تختزل. داكوغ، دونك الموان دائما هتعطيني نومبر نيجاتيف، دونك هاد العدد يمكن له يتختزل لي يتقسم لي على جوج بحالو بحال المقام. كيف ما تا هذا كيمكن له يتقسم على 3 وغيعطيني موان 117/169 اللي ما يمكنش هذا، ما يمكنش يزيد يتختزل. داكوغ، نشوفوا كيفاش نديرو نخدمو مع هاد العمليه هادي. دونك هنا كنبقى نشوف في الاول واش كاين شي حاجه بحال بحال في البسط والمقام، واش كاينين دي ملتيبل. دونك هنا كنفكر ما كنديرش القسمه، مفكرش في القسمه، نفكر في الضرب، تفكيك فكك. يلا اول حاجه لقينا ان هنا 7 و21 هي 7 في 3، دونك نفكك 21 هي 7 في 3 موان 6. دونك ندرس الاشاره الموان وموان بلوس، البلوس والموان موان. دونك نحط الموان ديريكتومون ونجمع. دونك هادي 7، مشي لي مع 7، شنو غيبقى لي هنايا؟ 32/3×6. داكوغ، دونك هي سور 18. دونك هادي لقيناها انها يمكن لها تقسم على جوج، دونك غتعطيني موان 16/9. ناقص وناقص زائد. داكوغ صافي، هادي ميمكنش دي تختزل. دوزو، دونك لا سويت ديال ليكزارسيس غادي تشوفوه معايا هنايا. لاحظوا معايا هاد لوبيغاسيون هادي، أول حاجة نديرها باش مننساش هي ندرس الإشارة الموان الموان بلوس بلوس الموان. دونك الموان دائما كاينة، ونعمل الكسر ديالي. دونك لاحظوا معايا هنا شنو غيبان ليا الفوق، ما بين الفوق والتحت
واش كاين؟ فوالا دونك عندي 125 وعندي 15، يمكن لها تفكك. دونك موان دونك 125 راه هي 25 فوا 2 فوا 5 داكوغ باردون فوا 5 فوالا نكمل هادي. وهنا 5 15 هي 5 فوا 3 فوا فوالا. دونك هاي مشات لي 5 مع 5 داكوغ فوالا. دونك عاود كيبان ليا شنو كيبان ليا هنا 21 وهنا 3 دونك 21 هي 7 فوا 3 كنفكك دونك كنمشي ليا 3 مع 3 دونك الى لاحظتوا 98 98 راه هي 14 فوا 7 14 فوا 7 دونك هاي مشات لي 7 مع 7 حاجة أخرى 49 مع 14 دونك 49 هي 7 فوا 7 و 14 هي 7 فوا 2 7 فوا 7 وهذه راه هي 7 فوا 2 ها هي داكوغ. دونك شحال غادي يبقى لي موان 175/2 سالينا. واش شفتو كيفاش لي زيتاب؟ يلا ديرنيغ اوبيراسيون. صراحة هادي عندها بزاف ديال هادي ما عرفتش واش غتعرفو تخدموها، بعدا تجيكم شي فكرة. يلا شوفوا كيف غندير ليها. ياك هادي عارفينها ياكو، كل وحدة عملتها اللي بحالها تحت منها. علاش؟ حيت كنعرف انني يمكن لي ندير لاسوس تخاكسيون، ندير الناقص. تخوا موان سانك موان دو، تخوا موان دو أن، و أن موان دو هي موان زان. دونك هنا هاد دو بويسونس موان دو شحال هي؟ هي أن سوغ دو بويسونس دو، فوا سانك فوا أن سوغ أونز صافي. دونك هادي بحال هادي غتبقى ضرب البسط في البسط في مقا مقا في مقا. دونك هي سانك على دو بويسونس دو فوا أونز، دونك هي كاتر فوا أونز، دونك هي سانك سوغ 44. هذا ما يمكنش يزيد يتسامبليفيا او لا يزيد يتختازل داكوغ. دونك مي تشوفوا عفاكم التصحيح خدموا وعاودوا وعاودوا حتى تفهموا لوبيراسيون كيفاش خدمناها. يلا ندوزو للسيزيام اكزرسيس اللي كيقول لك دون شاك كا غيكري عاود تكتب ليا لي نومبر راسيونيل افيك لو ميم دينوميناتور مع نفس بنفس المقام اي كومبارلي و ابري قارنهم. دونك هنا ديجا عطاك الفكره مي كيعطيك عددين جذريين تقارن بيناتهم شو تدير؟ اول حاجه كتوحد لهم المقامات. يلا نوحدوا المقامات. دونك عندي موان 5 سور 4 اي موان 9 سور 8. دونك في نظركم شنو المقام الموحد هنايا؟ دائما الموان طبعا كاينه مقام موحد. دونك انا عندي 4 وانا عندي 8 دونك مقام موحد هو 8 ها هو. دونك هادي غتبقى نفسها ولكن هنا 4 ضربتها في جوج دونك حتى هادي غنضربها في جوج غتعطيني 10 ها هما. وحدت ليهم المقامات قال لك من موراها كومبار لو كومبارلي يعني قارنهم. واخا دونك انا نقارن هادو موان 10/8 اي موان 9/8. دونك ملي عندهم نفس المقام اللي كيكون اكبر واحد هو اكبر عدد، ولكن دونك كنعرف ان 10 كبر من 9
ولكن كي يكونوا دي نومبر نيجاتيف العكس، 9 موان 9 راه اكبر من موان 10. دونك مادام هذا اكبر من هذا، اذا موان 5 سور 4 راه هو انفيريور ا موان 9 سور 8. وهكا غادي نبقى غادي بيناتهم كاملين. طبعا غنكملو لكم، يلا ندوزو. دونك في نظركم هنايا شنو هو المقام الموحد؟ طبعا عندهم الموان بجوجهم، المقام الواحد هو 9. دونك هذا غنكتبو كيف ما كان. بالحق هنا ضربت فوا 3، دونك حتى هنايا فوا 3. غنقارنهم، دونك 2.7 راه صغر من 3، ولكن كي يكون عندهم الموان دونك هي اكبر. دونك هذا راه هو اكبر من هذا. دونك انا قارنت. نمشيو للثوازيام، عندي 3 راه هي 3/1، وعندي 20/-9 دونك -7. دونك هنا الا كانوا كما كانوا يطلبوا مني انني نعمل لهم لو ميم دينوميناتور، كنت معروفه ان النومبر بوزيتيف راه هو اكبر من النومبر نيجاتيف، ولكن حيت هما طلبوا مني انني نوحد لهم المقامات، دونك نوحد المقامات ماشي مشكل. دونك مقام واحد هو 7، دونك هذا غنخليه كيف ما كان، ولكن هذا ضربته فوا 7 دونك هذا فوا 7 دونك هادي 21. دونك عندي 21/7 وعندي -20/7، دونك هذا اكبر واحد. دونك هذا كيساوي هذا، يعني هذا 3 اي سوبيريور ا 20/-7. فوالا. دونك لاحظوا معايا هادي، لا تلاحظوا معايا، ركزوا فيها مزيان ونبغيكم تمشيو تخدموها. لاحظوا معايا هنا قال لك واحد المقامات ديال 3. دونك المقام الموحد في نظركم شنو غادي يكون؟ دونك مي غادي نشوف شي قاسم مشترك بيناتهم اولا مضاعف مشترك، راه هو 36. دونك 12 ضربناها في 3، دونك حتى هذا غنضربو في 3 يعطينا -21. 18 ضربناها يعني فوا 2، حتى هذه فوا 2 تعطيني 22. هادي فوا 6 حتى هادي فوا 6 غتعطيني -30. داكوغ. دونك هنا اكبر واحد هو هذا، دونك هذا كبر من كبر من هذا، وهذا كبر من هذا. دونك هذا راه هو هذا هو باردون كلهم عندهم الموان داكوغ ديال اسحب لي هذا ما فيهش الموان. دونك اتونسيون. دونك هذه عندي خاطئه، ثلاثه بهم عندي فيهم الموان موان فعلا. وركزوا معايا مزيان شنو غادي ندير. غنرتب الفوق لي نوميراتور. دونك عندي -21 est supérieur à -22 est supérieur à -30. Donc -21/36 est supérieur à -22/36 supérieur à -30/36. Donc هذا راهو -7/12 est supérieur à هذا هو هذا 11/-18 وهذه هي دايرة -5/6. سالينا انا قارنت، كنتمنى من قلبي تكونوا فهمتوا معايا هاد لي زيكزيرسيس. ندوزو للستيام اي ستيام اكزيرسيس. وي دونك بالنسبه للستيام اكزيرسيس قال لك تروفي وجد ليا لا فالور القيمه دو نومبر غاسيون ديال العدد الجذري ا دون شاك كاس سويفون. لاحظوا معايا الطريقه،
كاين جوج طرق، يا اما نخدم هذه في هذه وهذه في هذه غتعطيني معادله ايكواسيون، اولا راه هذه كتساوي هذه في هذه على هذه واللي يخرج عاد. المهم غنخدم، شوفوا الطريقه سهله، هي هذه في هذه كتساوي هذه في هذه، ياك؟ دونك 2a فوا 4 ايغال موان 6 فوا موان 18. دونك هنايا 8a ايغال، دونك غادي نخدم هذه 108. دونك A إيكالا 108 سور 8. هادي غيمكن لي أنني نديفل نسامبليفيها، دونك ديفيزي باغ 4 هي 27 سور 2. صافي حنا لقينا A، صافي يلا بحال هكا غنخدم. ندوزو للثانية، راه 12A ما مت 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 ما تخلعكمش، هادي راه 12A، راه هي 12A سور 1. داكوغ، دونك هادي اضربها في هادي وهادي اضربها في هادي، ها هي صافي. دونك هادي غتعطيني، هادي غتعطيني 132A إيكالا موان 3، دونك A إيكالا موان 3 سور 132. دونك هادي كيمكن ديفيزي باغ 3 وهادي باغ 3 غتعطيني 1 سور 44. ندوزو ديغنييغ اوبيغاسيون في سيتيام اكزارسيس، فوالا لاحظو مزيان شنو غندير. فوالا دونك 2a موانز 1 هادي هي في 3، يعني هادي في هادي ايكالا موان 5 فوا موان 4. دونك هادي في هادي وهادي في هادي هي 6a موان 3 ايكالا هنايا 20. دونك 6a إيكالا 20 بلوس 3، دونك 6a إيكالا 23، إيوا وA هي 23 سور 6. عافاكم ما تقولوليش زربتو، زربت هاتي ديجا، ديجا شفناه وديجا شرحتو وديجا وديجا خدمناه بزاف د المرات. داكوغ، هايا بالنسبة لويتيام إكزارسيس، عرفتو؟ عجبني والله القاسم إلا عجبني، ملي قريتو أول مرة بقيت كنشوف فيه، عجبني عجبني. انا كنقول لكم شي تمارين عجبوني. قالك ديتيرميني، حدد لي لا فالور، القيمه دو نومبر راسيونيل، ديال العدد هذا الجذري اكس، ساشون كو علما ان 1 سور 2 بلس 1 سور 1. دونك غير بعينيك اكس شحال غتكون؟ 5 ياك، 2 3 4. ولكن حنا كيفاش غنديرو نعرفوها؟ داكوغ، كيفاش غنديرو نعرفوها؟ اولا ماشي كيفاش غنديرو نعرفوها، يعني 5 دابا حنايا، حنا قلنا تقدر تكون 5، حنا ما مأكدينش ولكن غنجيو نتأكدو. لنفترض انها غتساوي ليا 5، شنو غادي ندير؟ 1 سور 2 دونك غادي نجي نخدم هادي. اول حاجه شنو غندير؟ تري بيان، واحد المقامات، مقام واحد، دونك عندي 5 و 2 10، عندي 4 في 3 12، دونك 10 في 12 هي 120. فوالا، دونك انا واحد هادي، هادي مع من يمكن لها توحد مع 5 ياك، دونك ها هي 10، 3 يمكن لها توحد مع 4 دونك 12، 12 مع 4 12، 5 مع 2 10. دونك هذا ضربته في 5، هذا فوا 5 ها هي، هذا فوا 4، هذا فوا 4 ها هي، هذه فوا 3، هذا فوا 3 ها هي، هذا فوا 2، هذا فوا 2 ها هي. دابا نزيد نوحد المقامات، خصو مقام موحد، دونك ما بيناتهمش مضاعفات، دونك غادي نعمل، دونك هما ماشي مضاعفات بعضياتهم، دونك غندير واحد في واحد، يعني 10 في 12 هي تعطيني 120، 120 120 و 120 داكوغ. دونك 10 ضربتها في 12، دونك حتى 5 غنضربها في 12 غتعطيني 60. 12 فوا 10 دونك حتى هادي فوا 10 غتعطيني 40، 12 فوا 10 حتى هادي فوا 10 غتعطيني 30، 10 ضربتها فوا 12 حتى هادي غنضربها في 12 غتعطيني 24. مي نجمعهم كاملين هادو البوسط البوسط كامل كيعطيني، عطيني 154 سور 120. هادي
يمكن لي هذه نقسمها على جوج حتى هذه نقسمها على جوج غتعطيني 77/60. لاحظوا معايا، اذا الفرضيه ديالي ديال ان اكس كيمكن لها تساوي 5 عطاتني. داكوغ، تفهمات؟ فوالا. دونك قال لك لو فوليوم دو 180 غوت دان ليكيد اي 9 سنتيمتر كوب. كيل لو فوليوم دو 150 غوت دو سو ميم ليكيد؟ عطاني لك الفوليوم، شنو الفوليوم؟ واخا دونك هنا غندير واخا، دونك هنا غادي ندير 180/9 ايغال هاد اكس هو اللي خصني انا ليكي هذا. لا لا، دابا لي غوت عندي الفوق، دونك هادي 150 على اكس. بغيت الفوليوم حيت هذا فوالا، ها هو الفوليوم. دونك هذا بحال هذا وهذا بحال هذا، دونك اكس ايغال غنعمل هنا فهنا، هادي هادي برودوي اون كوا، دونك هي 9 × 150/180. غنخدمها دونك هي 1350/180، يعني 7.5 سنتيمتر كوب. هذا هو في، راه اكس راه هو في، صافي سالينا. دونك فوالا، دونك بهذا كنكونو سالينا لا سيري ديالنا. كنتمنى من قلبي تكونوا رجعتوا معايا وفهمتوا معايا الكور. انا عارفه انه باقي عندكم صعوبات، باقين حيت كل تمرين كيفاش كيتخدم. دونك مع التمارين ان شاء الله، مع لا سيري، مع الامتحانات، غادي تشدوا الدرس. فوالا، دونك بالتوفيق لكم جميعا، تلاقوا فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.